الساحة الخارجية. دي الساحة الخارجية خارج سور المسجد، يعني في مساحة ما بين سور المسجد نفسه وسور خارجي. شوف أبواب كتيرة جدا مفتوحة، كانت مفتوحة دلوقتي سدوها وجعلوا باب واحد فقط برضو، ايه عشان خاطر الأمن كده. سور كبير، سور كبيرة جدا، سور داخلي محافظين عليه. ده البواب برضو دائرية، يعني كان باب واحد اتنين تلاتة أربعة، يعني الضلع الواحد فيه أربعة أبواب، جميعها كلها طبعا مقفولة. ودي بيت الكريتلية باين اهو في آخر أعلى الصورة في الآخر، أو اللي هو شباكين مشربية دول. ودي باب اهو مقفول، أكتر من باب مقفول. أدي باب، ده السور الخارجي، باب أهو في الوش جنبي، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، تمن أبواب، تمن أبواب في السور الخارجي. ودي العرايس أعلى السور، بيسموها العرايس كرانيش. ده المساحة اللي ما بين السور الخارجي وسور المسجد نفسه، مساحة كبيرة برضو. برضو ايه الأبواب؟